صباح النور البنات، على سلامتكم، نهاركم زين وطيب ان شاء الله. Enfin, c'est dimanche, le jour où je suis vraiment tranquille à la maison. En plus, l'abtouni bzev, goultouli amina, nat, partage avec nous ta routine de dimanche. Et ben voilà, البنات, l'abtouni, ma kadesh nardkom, donc, n'sharaka ma'akoum liom, inshallah. Toujours avec des astuces pas chères, mais efficaces. N'sharaka ma'akoum un gommage visage simple fait maison, vraiment avec des ingrédients naturels. Franchement, il n'y a pas mieux. Et un soin aussi pour les mains. Ma'adeshta, on a souvent la peau vraiment sèche. Donc, n'sharaka ma'akoum, huwa un soin, les tartib al-yadayn. On a on fera un petit tour en cuisine, nous un cake avec un glaçage au chocolat. D'ailleurs, le barah sharektou ma'akoum fi Facebook ou bzaf tlabtouni al wasfa. Donc, ma ntoulch alaykoum, nrouhou nchoufou wasafat li nhar lyoum. Voilà les بنات donc on joue on chauffe le gommage مع بعضنا juste les بنات ملاحظه صغيره مانيش خبيره في التجميل ولا في حوايج كيما هادو ماهوش اختصاصي سي جوست كو الوصفه راني جربتها يعني صافي دي زاني وانا نستعمل فيها وشفتها باللي ناجحه سي بور سا حبيت نشاركها معكم سورتو البنات اللي عندهم لا بو غراس البشره دهنيه كيما انايا C'est surtout en fait à Ajibni parce qu'il nettoie super bien ou ça éclaircit la peau. Oui, notre dof. Donc, et c'est surtout avec des ingrédients naturels. Donc, il n'y a pas mieux. Donc, c'est le premier objectif que je vous ai fait avec vous. Et on va voir la suite avec vous. كما تشوفوا لهنا البنات دونك خلطت كامل لي زانغريديون اللي كانوا عندي دونك نحط لكم لا ليست دانغريديون اون بار دانفورماسيون البنات اللي حابين يستعملوه انا جوست البنات زدت عليهم تيت كويارا كافي جو دو سيترون باسكو ان فيت على بالكم بزاف ينظف سورتو حنا اللي عندنا البشره يعني دهنيه بور لا بو غراس سا نيتوا سوبر بيان لي في فرانشمون كي زون فريمون لا بو سنسيبل ما كان لها تقدروا تستغنيو على السيترون وهذاك السيترون اللي بقى لي مرميتوش دونك لا جو في فير ان سوا بور لي ما يرطب اليدين هذا القماش هذا اكتشفتو يا با لونتون شفتو في صباح الخير يا عرب وبزاف عجبني جلي نوتي وحبيت نشاركو معاكم بالبيكربونات فريمون كي تبداو تحطوا البيكربونات فوق السيترون كي يبدا يتفاعل مع هذاك السيترون ابداو نتوما vous allez frotter sur la peau voilà كيما راني ندير انا دركا Vous allez frotter, on va être au moins 10 minutes et après vous allez rincer à l'eau claire. L'eau de préférence qu'on tiède, mais si y'a n'est pas dedans. Vraiment, le bnet, c'est un peu tout, c'est tel tmara. وعطاني فريمون نتيجه هايله سورتو حنا كي نصليو ونتوضاو خمس مرات للنهار وبزاف يدينا فريمون يشيحوا يتقشروا يعني فرانشمون هاد لو ماسك لو سوان اكتشفتو يا با لونتون جلي نوتي وحبيت نشاركو معاكم فرانشمون البنات جربوه واعطوني رايكم هنا البنات دونك اون فوا خليت هذاك لو سوان على يديا خليتو 10 دقائق ومن بعد نجوز باش نشل يديا بالماء الدافي دونك ناكد البنات الماء يكون دافي سما شويه حنين على اليدين ومن بعد تشوفوا لهنا البنات راني نغسل ونحس بهذيك النعومه يعني سي بارفي تالمو عجبني فريمون بالصباح وانا نعاود فيها حبيتكم فريمون تجربوه سورتو البنات اللي كيما انا اللي عندهم يديهم دائما شايحين سورتو مع هذا البرد كي نتوضا وللصلاه وكامل الماعن للميناج اي تو بورتون جيساي دو بورتي دي غون بور بروتيجي فريمون الماكسيموم لا ماكسيموم لا بو دو مي ما مي فوالا ليفير سي كوم سا
ومن بعد دونك اون فوا نمسحو كامل فو جوست تابوتي يعني ما تلضوش بزاف على لابو بور نو با لاغريسي ومن بعد نديرو نوتر كريم ايدغاتونت عادي فوالا تحبوا تاني ديروا ويل دامون دوز تاني ترطب تعطيك نعومه لليدين مي هايله فوالا ننساو شويه الكوزينه اون برون سوين دو نوتر فيزاج دي ما دي الواحد سا شانج ان تي بي اون كاس ان تي بي لا روتين سورتو هنا كان ولادي راقدين يجي بيان بروفيتي دو ما ماتيني درك نكملوا مع بعضنا البنات كملنا البنات من لو سوان بور لي مان جوزو دركا بور ابليكي مون غوماج لهنا البنات نخلي اون فوا جابليك لو غوماج نخليه 10 مينوت با بلوس وننصحكم يعني اللي عندها يعني البشره عاديه ماشي حساسه تقدر ديرو او موا دو فوا بار سيمين مو بيرسونيلمون نديرو دو فوا بار سيمين ويعطيني نتيجه فريمون هايله ومن بعد نغسل بالماء الدافي ونشيح هنا نكون كملت لو غوماج لو سوان اون بون دوش بور بيان سو سونتير دون سا بو الواحد يحس شويه بالراحه ايتو وهذه هي كانت ما بتيت روتين دونك حبيت نشاركها معكم سورتو دي غوماج كوم سا في ميزون افيك دي انغريديون ناتوريل فرانشمون يا با ميو دونك يفيدو دونك سي بور سا حبيت نشاركها معكم درك البنات ما نطولش عليكم كوتي غورمون نهبط درك الكوزينه باش نوجد الكيك القهوه العصر دونك نخليكم تبعوا معايا درك قلت لكم نروحوا نديروا لو كيك نشوفوا لي زانغريديون مع بعضنا انا راح نستعمل هذا المول بزاف عجبني كي كنت اون فاكونس اون الجيري او موا ديسمبر جبته معايا جلي اشتي انا ما بالونس ما لاشي جو شانجي لي بيل دونك مزيه كان عندي ان بو دي ياغورت كي بيز 125 غرام فيه 125 غرام قيست به الحليب والزيت والسكر دونك كانت سيتي لا ميم كونتيتي بور لو لي ويل دو تابل اي بور لو سوكر اي لا فارين 250 غرام افيك دو ساشي دو لوفور شيميك انا دونك دون البول نحطوا البيض ونبداو نطلعوا بالباتور مع السكر حتى سا دوبل دو فوليوم يولي الخليط تاعنا فريمون بيض كيما تشوفوا لهنا الميلونج بيان دوبلي دو فوليوم دونك طلع بيان خليته 10 دقائق لهنا تشوفوا الى بيان بري ولا هنا دونك نجي باش نضيف الزيت نخلط ونزيد نضيف عليه الحليب ونخلط دونك ديجا البنات الخطوه الاولى كي تطلعوا باش تجيكم يعني منتفخه وتجيكم طريه وهشيشه من الداخل يفو بيان بلانشير لي زو افيك لو سوكر فوالا البنات هذه هي ومن بعد اون فوا تخلطوا كامل تزيدوا الفرينه تدريجيا زالي انكوربوري لا فارين بو ا بو اي بيان سور يفو با اوبليي لا لوفور شيميك دونك لو مومون او انكوربور لا فارين On incorpore aussi la levure chimique. Et je vous laisse suivre la préparation.
لهنا الكيك تاعي طابلي سوبر بيان اي لي بيان دوري ما تعبنيش كون جلي ديمولي سي ديمولي فاسيلمون ولا هنا جو في نابي افيك لو شوكولا فوندو او بان ماري. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكيك تاعنا. شفتوا وصفه كانت سهله جوست البنات ناكد il faut bien blanchir le sucre avec les œufs, il faut que ça double de volume, يولينا فريمون ان ميلانج بيان اونكتيو بيان هوموجين. وهذاك هو اللي عاون باش يجينا الكيك تاعنا فريمون مويلو ويجينا خفيف من الداخل. والباقي كامل شفتوا يعني سيتي فريمون تري فاسيل. ان شاء الله بالصحه ولهنا. وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم، كان خفيف ظريف. سيتي ما بتيت روتين دو ديمانش، ان شاء الله تعجبكم. نخليكم في امان الله ونقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله. ليسي موا دي كومونتير، سا في توجور بليزير دو فو لير. ابوني فو سي سني با انكور في، اي ا بيانتو.